السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأقدم بعض المعلومات عن شركة أبل العملاقة، لذا نطلب من المهتمين الإصغاء والمشاهدة ولكم جزيل الشكر. متى تأسست شركة أبل؟ تعد شركة أبل من شركات التقنية المعروفة في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الشركات ذات الجنسيات المتعددة، وتعمل بشكل رئيسي في مجال تطوير وإنتاج وبيع أجهزة الهواتف وأجهزة الحاسب والبرامج الحاسوبية المختلفة، ويتبع لها عدد من الأجهزة المبتكرة ومنها الآيباد والآيفون والحواسيب من نوع ماك. وسوف نتعرف على تاريخ تأسيس شركة أبل مع العديد من المعلومات التي تتعلق بهذه الشركة العملاقة في سياق السطور القادمة. شركة أبل هي واحدة من أضخم الشركات المتخصصة في التقنية في هذا العصر، ولكن لم يأتي ذلك من فراغ، بل كان نتاج مجهود ضخم وتاريخ ممتد مليء بالأحداث. فقد تأسست من خلال ستيف جوبز وزميله ستيف أوزنياك، وفي العام 1976 استطاع تكوين أول جهاز حاسوب كان بداية الانطلاقة لأجهزة الحواسيب من ماركة أبل، وذلك خلال أعوام 1981 و1985. واهتم جوبز بالمشاركة مع العديد من المهندسين لابتكار حاسوب أسماه بالاسم أبل ليزا، ولكن حدثت بعض المشاكل التي أدت لانفصاله عنهم. ولكن قد انتشر هذا النوع من الحاسوب بالفعل في الأسواق في العام 1983، ولكن صادف الفشل نتيجة للبرامج التي اتصفت بالمحدودية، كما تطلبت ميزانية مرتفعة للتسويق. وبالرغم من ذلك لم يستسلم جوبز وصديقه، وتم إطلاق حاسوب ماكنتوش من أبل في العام 1984، وقد انتشر بين العديد من المستخدمين بسبب الحملة الدعائية له. ولكن في عام 1985 ظهرت مشاكل ما بين رئيس شركة أبل التنفيذية وبين جوبز، مما تسبب في استقالته من الشركة. فقام سكالي المدير التنفيذي بالسيطرة على الشركة، ولكنه صادف منافسة شرسة من المبرمج ورجل الأعمال بيل غيتس، وهو مالك شركة مايكروسوفت المعروفة. وتم تداول القضايا بين الشركتين، مما أدى للإضرار بسمعة شركة أبل وتراجعها في الأسواق. وتم تعيين رئيس تنفيذي جديد لها، وقام بالاستعانة بجوبز مرة أخرى كمستشار للشركة لجهوده الكبيرة في تأسيس الشركة. في العام 1997 تمكن جوبز من العمل في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل بطريقة مؤقتة، واهتم خلال فترة تواجده بإعادة هيكلة الإنتاج، وتعاون مع مايكروسوفت لإصدار
ونسخ من المايكروسوفت أوفيس للعمل على جهاز أبل ماكنتوش. وقامت شركة أبل بافتتاح متجر للعملاء، ثم إنتاج جهاز أبل جديد في العام 1998، وبيع منه ما يزيد عن 800,000 نسخة حول العالم، مما أدى لارتفاع أرباح الشركة. وفي العام 2001 تم إصدار نظام التشغيل الخاص بشركة أبل، مما ساهم في زيادة الأرباح. وفي العام 2005 شهدت أبل العديد من التطورات وما بعدها من السنوات، فقد تم الإعلان عن استخدام معالج أنتل في أجهزة ماكنتوش، كما ظهر جهاز آي ماك وماك برو، وارتفعت عائدات الشركة وأرباحها بشكل كبير منذ ذلك الحين. أعمال شركة أبل: استطاعت شركة أبل إنجاز العديد من الأعمال والخدمات في مجال التكنولوجيا، ومنها أبل للموسيقى ومتجر أبل، مما أدى للرفع من أرباح الشركة بشكل كبير من خلال بيع أجهزة الآيباد والآيفون. وتتوقع الشركة ارتفاع الأرباح بشكل كبير بما يصل لنحو 2% بالمقارنة بالأعوام السابقة. رؤية شركة أبل: منذ أن بدأت شركة أبل وهي تضع أمامها رؤية لتوفير وصناعة الأجهزة الإلكترونية، وخاصة لمساعدة الطلاب والموظفين والمعلمين وكذلك العاملين في الهيئات والجهات الحكومية المختلفة وفي الشركات والمؤسسات، من خلال التعزيز من إمكانيتهم فيما يخص أنظمة التشغيل والمساعدة على تطويرها، بالإضافة للكثير من المنتجات المتميزة بسهولة الاستخدام وبالتصميم المبتكر. الشعار الخاص بشركة أبل: لقد تنوعت الآراء فيما يخص الشعار الخاص بشركة أبل، وهو عبارة عن تفاحة منقوصة، وهي فكرة ذكية تعود للمؤسس ستيف جوبز عن عدم اكتمال الحياة بصفة عامة. كما يوجد رأي مختلف، وهو أن التفاحة بهذا الشكل تدل على بداية تواجد البشر على سطح الكرة الأرضية بشكل عام. كما يوجد رأي آخر، وهو أن فكرة اختراع أجهزة أبل جاءت عند التواجد في مكان بمكان يحتوي على العديد من أشجار التفاح. ولكن القصة الأصلية للتسمية بهذا الاسم أن ستيف جوبز خلال عمله السابق في بستان التفاح كان لديه اعتقاد كبير بأن التفاح هو أفضل أنواع الفاكهة لأنها مثالية من حيث الشكل، بالإضافة لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية، كما أنها قوية ولا تتأثر بسهولة. ونتيجة لهذا الاعتقاد تم إطلاق اسم أبل على الشركة التي تم تأسيسها من خلال ستيف جوبز وبمساعدة ستيف أوزنياك، وذلك في الأول من نيسان في العام 1976، وأصبحت معروفة باسم أبل. منتجات أبل: منتجات شركة أبل: طورت شركة أبل العديد من منتجاتها منذ أن تأسست وحتى الوقت الحالي، وذلك من خلال إنتاج الكثير من المنتجات الرقمية التي اعتبرت بمثابة نقلة نوعية كبيرة في مجال التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية، وما ارتبط بها من تطبيقات وبرامج مختلفة. وفيما يخص المنتجات الخاصة، شركة أبل فقد قامت بإنتاج الأجهزة الإلكترونية الآتية:
جهاز الآيباد، وهو من الأجهزة التي ساهمت في طبيعة عمل آيبل، فقد انتقلت من اهتماماتها بصناعة أجهزة الحاسوب لصناعة بعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنها جهاز آيباد بالموسيقى الرقمية التي يمكن تخزينها من خلال صيغة MP3. وقد صدر هذا الجهاز من شركة آيبل في العام 2001. جهاز الآيفون، وهو أحد أهم المنتجات الخاصة بشركة آيبل، وذلك بعد نجاح إصدارها من جهاز الآيفون، وقد تم الإعلان على هذا الجهاز في العام 2007، ويعد في الوقت الحالي على رأس قائمة الهواتف الذكية على مستوى العالم. جهاز ماكنتوش، وهو الذي تم ابتكاره في العام 1984، وهو من الأجهزة المميزة في عالم الحواسيب الشخصية، ولكنه لم يكن مرتبطا بفئة معينة من الأشخاص، بل كان يمكن استخدامه من خلال أي شخص. أول منتجات آيبل هو جهاز آيبل إي، ويتمثل في حاسوب تم صناعته بشكل يدوي من خلال المؤسس ستيف أوزنياك، ولكنه كان يفتقد ميزة الواجهة الرسومية، كما كان يجب على المشتري إضافة اللوحة المفاتيح وإضافة شاشة العرض. وقد تم عرض هذا الحاسوب للبيع في العام 1976، وتم الإعلان عنه للمرة الأولى بنادي الكمبيوتر المعروف باسم هاوم بريو كمبيوتر، وقد تم بيعه 666,000 دولار. نجاح شركة آبل. تمكن مؤسس شركة آبل ستيف جوبز وستيف أوزنياك من ابتكار العديد من المنتجات التي رفعت من مبيعات شركة آيبل، وذلك عقب مواجهة الكثير من المشاكل والصعوبات التي رافقت عرض منتجهم آبل ليزا في العام 1983، بعد فشل هذا الابتكار وبعد فصل جوبز من العمل بعد مشاكل مع الرئيس التنفيذي للشركة. ولكن بعد عودة جوبز مرة أخرى للشركة، ففي العام 1997 دخلت الشركة مرحلة جديدة من النجاح، وذلك من خلال التغيير من سياسة وثقافة الشركة، وعن طريق توفير الحماية للمنتجات التكنولوجية وجعل المعلومات حولها معلومة سرية، فيما ساهم في التوسع من خطوط الإنتاج وارتفاع مبيعات الشركة وتوصلها للنجاح العالمي. في فيديو اليوم، وكما تتبعتم المشاهدين الكرام، تطرقت إلى تاريخ شركة آبل، فالكثير منا يستعمل آيفون أو الآيباد وما إلى ذلك ولا يعرف عنه شيئا. لذا في هذا الفيديو أردت أن أتقاسم معكم هذه الأفكار إلى فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.